معلش يا جماعه، فكره ان انطوان جريزمان يبقى حاسم وانطوان جريزمان النهارده يكون مان اوف ذا ماتش وجريزمان اللي كسبنا المباراه، دي حاجه لا كانت على بالي ولا على خاطر ولا في حياتي فكرت فيها. حتى المباراه اللي فاتت مباراه ختافي لما المساك غلط وجاب جون في نفسه قلت والله كويس، الموضوع واضح ان برشلونه موفقه وعندنا توفيق، ليه بقى نرزع سيرجيو روبرتو داخل التشكيل باي طريقه المباراه اللي فاتت؟ ودي بصراحه حتى ما عجبتنيش، رغم ان احنا كسبنا 5-2 ختافي، بس كنت شايف ان هي نقطه سلبيه، لان مع احترامي لما اتكلمنا على نجاح 3-5 اتنين اتكلمنا على النجاح ده لوجود لعيبه معينه، مش لان التكتيكال نفع مع الفرقه كلها، لا انت عندك لعيبه مميزه في ال 3-5-2. سيرجينو ديست ناحيه اليمين قوه هجوميه جباره، هيساند جوردي ألبا ناحيه الشمال، وهيبقى معنى كده انك بتلعب شمال ويمين على اتنين اطراف مميزين جدا هجوميا. نص ملعبك بقى فيه تميز لما فرانكي ديونج بقى بيلعب في مكانه، وبوسكيتس بقى بيقدم نسخه جيده علشان خاطر بقى جنبه اتنين اقوياء، نفس الحته بنكررها كل فيديو، بيدري وفرانك ديونج ساندوا جدا بوسكيتس في ال 3-5-2. بس لما انت تقرر مره واحده انك تزرع سيرجيو روبرتو ناحيه اليمين، فانت بتفقد الفريق 50% من قوته الهجوميه، فده معناه ايه؟ انك بتقرر تدافع. مباراه النهارده انت بتلعب قدام فياريال، فياريال في ملعبه عادي جدا تكسبه. قبل ال 1-0 والهدف اللي يجي في مرمى برشلونه كنا شايفين برشلونه يقدر يسجل، واستغربنا كلنا من الكوره اللي حرفيا الجون فاضي وفرانك ديونج بيحطها في ايد سيرجيو اساخو، اللي هو انت بتعمل ايه يا حبيبي؟ يا بابا الجون فاضي يا حبيبي سجل. لا ما سجلناش. طب معنى كده ايه؟ ان احنا ما نسيبش كوره، لان احنا عندنا خط دفاع عره مع رجوع بيكي ومع وجود لانجلي وجوردي ألبا لا بيعرفش يدافع. فمعنى كده انك لو لعبنا في 5 لعبنا ب 10 ورا ما بنعرفش ندافع. فحتى ان احنا ندافع دي وفي المقابل ان احنا قدامنا ان احنا نستحوذ على الكوره، وعندنا ميسي وعندنا انطوان جريزمان وعندنا بيدري وعندنا ديست وعندنا لعيبه مميزه هجوميا، ليه نرجع ندافع؟ ودي الحاجه اللي استغربت لها في التغييرات. يعني ربنا كرمك 1-1، انطوان جريزمان بيعمل فينش ولا اروع، وانطوان جريزمان بترجع له اخيرا حاسس ان هو مشوط وسجل عادي، ده المدار على ان انا العب لميسي. بنسجل 1-1، المساك بيغلط كعاده مباراتنا الاخيره، الراجل خوان هويس بيباصي لانطوان جريزمان يقول له خد هات التاني، وانت الكره اللي عمالين تضيعها خد يا عم هات التاني، ونجيب احنا الهدف التاني. الشوط التاني لما تغير سيرجيو روبرتو دي اول ما نزل قلت يخرب بيت ام كده، هو كومان عايز يدافع من دلوقتي؟ تمام، الريال عمال يرجعنا للليجا بالتعديلات اللي بيعملها، بس مش معنى كده انك مباراه تزود التاني التالت والرابع تقرر انت تدافع علشان خاطر انت خايف على المكسب. ما هو معنى انك خايف معنى كده ان فياريال الناحيه الثانيه هيشد وهيحاول ان هو يتعادل، وده اللي حصل. شفنا شوط تاني من البس تينيل، هتقول لي لا ما هو سيرجيو روبرتو لوحده ما كانش التغيير اللي بوظ كل حاجه، وتغيير بيدري ومرابيا ولوكاس مرابيا او موريبا ووجود بيكي ووجود لانجلي، معنى كده خلاص احنا قدمنا شوط تاني سيء برغم الطرد برده اللي كان فيها ريال. بس شفنا ان فيها ريال في اخر 10 دقائق هو اللي بيهاجم. فرانك ديونج في اخر المباراه ضيع برده انفراد تاني، علشان خاطر ما ينفعش ان احنا نلوم فرانك ديونج، الراجل بيقدم اداء ولا اروع جوه الملعب، حتى ان هو بيضيع وما بيسجلش دي الحته اللي هي بلس، اللي هو في كور لو انت سجلتها كلاعب نص ملعب تبقى شابولك، لو ما سجلتهاش ما حدش طالب منك انك تسجل. في وجود ميسي وفي وجود جريزمان وفي وجود عثمان ديمبلي لما نزل مكان جريزمان ما حدش كان طالب من فرانك ان هو يسجل، بس في كور كده بتبقى حرام ان انت تضيعها. بس برده الراجل بيقدم مجهود خرافي السنه دي مع اللعيبه اللي بتقدم مستوى مميز زي سيرجينيو ديست، اللي اتمنى حته ان سيرجيو روبرتو اسباني دي ما تبقاش باينه قوي كده، لان الموضوع بتاع العنصريه ده بيبقى طافر. حته ان انت تخلي سيرجيو روبرتو يركب على سيرجيو ديست لمجرد بس ان هو اسباني حته صلبه، ولو شايفني بعلق كتير فكل سنه وانت طيب. احنا خلاص قبل المغرب والمغرب فاضل عليه 5-6 دقايق ويأذن، فصديقي لم تخسر شيء ان دعمت اخيك وعملت لايك او سبسكرايب، ونلحق المغرب بقى يا صديقي. لو عجبك الفيديو ممكن تشترك في القناه عادي، والف الف مبروك للفوز النهارده ان وصلنا لنقطه 71 وعدلنا ريال مدريد، وباقي مباراه مؤجله قدام غرناطه، مباراه صعبه مش سهله زي ما انت فاكر، بس ان شاء الله باذن الله زي ما هي بتمشي بالحلاوه دلوقتي ان شاء الله تمشي بالحلاوه المباراه الجايه.